ازيكم حبايبي، عاملين ايه النهارده؟ هنعمل مع بعض عيش البرجر، وهنعمل له حشوه جميله جدا. هنعمل له في تشيكن ستريبس. يلا بينا الاول نشوف العيش هنعمله ازاي. هنحتاج للعيش 4 كوبايات دقيق، كوبايه لبن رايب، معلقتين خميره، معلقتين خل، معلقتين لبن بودر، ربع كوبايه زيت، معلقه بيكنج بودر، ومعلقتين سكر ورشه ملح. هنحط الدقيق وهنحط عليه البيكنج بودر وهنحط عليه الملح والسكر وهنحط الخميرة وهنحط معلقتين اللبن البودر، ونقلب كل المكونات الجافة مع بعض كلها لحد ما تندمج مع بعضها، الدقيق مع باقي المكونات كويس جدا. بعد كده هنحط معلقتين الخل وكوباية اللبن الرايب، ونعجن كويس ونلفهم مع بعض في الدقيق كده. اهم حاجة العجينة، اهم حاجة تتعجن كويس جدا جدا نجاح العيش في العجينة بتاعته. هنحط ربع كوباية الزيت ونعجنها كويس كده. هنعجن بمية، والمية حسب نوع الدقيق، احنا هنحط مية واحدة واحدة في الدقيق لحد ما العجينة كلها تلم. هنعجن كده لحد ما العجينة تلم في ايدينا وتسيب الطبق خالص وتبقى كرة واحدة كده. العجينة اتعجنت معانا اهي ناعمة وجميلة وطرية. هنسيبها في الطبق تخمر ونغطيها بفوطة نظيفة ونسيبها في مكان دافي وضلمة لحد ما تخمر. اهي حبايبي العجينة خمرت معانا اهي كده. بقى دلوقتي هنشيلها ونطلع منها الهواء كده بالراحة، ونحطها ونقطعها مع بعض. هنحطها كده على الرخامة ونعملها رول بشكل متساوي كده. هنلف الرول كده مع بعض، وهنجيب سكينة ونقطع كل قطعة قد التانية. اهو هنقطعهم قطع، كل قطعة قد التانية. هنجيب اول قطعة ونكورها تحت ايدينا كده لحد ما تبقى كورة متساوية مع بعضها. هنلفها حلو جدا كده لحد ما الكرة تتساوي مع بعضها كويس قوي بالظبط كده. نجيب صينية مدهونة مادة دهنية ونحط فيها الكرة. نجيب التانية برضو نفس الطريقة ونعملها. اهم حاجة نخلص دول ونسيبهم في الصينية ربع ساعة او تلت ساعة لحد ما يخمروا. اهو هما كده دلوقتي خمروا، معلقتين لبن بقى وبفرشة، وندهن وش العيش بالراحة كده علشان الخمر بتاعه ما يهبطش تاني. بالراحة جدا كده واحنا بندهن وش العيش وندهنه كويس، واللي حابب يحط عليه سمسم يحط او حبة البركة، دي حاجة ترجع لكم براحتكم منتم. دهناه كده كويس جدا، هنحطه في فرن سخن لحد ما يستوي ونطلعه نشوفه مع بعض. تمام اهو يا حبايبي العيش طلع جميل جدا، مش قادره اقول لكم قد ايه هو طري وجميل، طري جدا جدا وجميل وهش وجميل. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض التشيكن ستريبس. هنحتاج معاه كوبايتين دقيق، معلقتين نشا والبهارات، وصدور فراخ متقطعه تقطيعه اللي هي لا تخينه ولا رفيعه، وكوبايه لبن رايب، ومعلقه بيكنج بودر، ومعلقه خل. دلوقتي هنحط التوابل على الدقيق اللي هي بابريكا، توم بودر، بصل بودر، كمون، كزبره، ملح وفلفل. هنقلبهم كده كويس مع بعض لحد ما البهارات تختلط بالدقيق كويس جدا، وبعدين هنحط معلقتين النشا ونقلب كويس جدا جدا مع بعض. يبقى كوبايتين الدقيق وعليهم البهارات وعليهم معلقتين النشا. هناخد نص الكمية دي في بولة تانية، نص كمية الدقيق اللي عليها البهارات والنشا في بولة تانية، ونحط عليها معلقة البيكنج بودر وكوباية اللبن الرايب، ونخلطهم كده مع بعض مع بعض جدا لحد ما الخليط ده يبقى معانا متماسك كده زي عجينة الكريب.
نقلبه كويس 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 جدا نص الدقيق مع كوباية اللبن الرايب، وحطينا دلوقتي معلقة الخل ونلفهم كويس كويس مع بعض. لازم العجينة دي تكون لا هي سميكة ولا هي خفيفة، تكون زي عجينة الكريب كده بالظبط. هنقلب ولو احتاجنا لبن او مية نحط، انا هنا هحط شوية مية كمان علشان العجينة لقيتها تقيلة اهو. هنضربها كويس جدا جدا لحد ما كل المكونات تندمج مع بعض زي ما انتوا شايفين قدامكم اهو. اهو السمك كويس جدا، لا هو خفيف ولا هو تقيل. دلوقتي بقى هنحط عليه الفراخ ونحطها في التلاجة ساعتين علشان تتبل مع بعض. اهم حاجة ان احنا نسيب الفراخ في الخليط ده ساعتين علشان تتبل مع بعض وتشرب من التتبيلة كده وتبقى كويسة اهو. بعد ما الفراخ اتبلت وقعدت في التلاجة ساعتين، هنطلعها بقى قطعة قطعة ونحطها في نص الخليط بتاع الدقيق اللي احنا سبناه، اللي هو كان عليه البهارات ومعلقتين النشا، ومتقلبين مع بعض كده. هنقلبهم مع بعض كويس جدا جدا، قطعة الفراخ في الدقيق لحد لما كلها تتشرب من الدقيق. اهم حاجة ان احنا ما نضغطش عليها علشان الدقيق يبقى عليها من بره حبيبات زي حبيبات الرمل كده، فدي اللي بتدي الشكل الجميل معانا اهو. التانية، وطبعا هنكون حاطين على البوتاجاز زيت سخن غزير وننزل فيه الفراخ تتحمر مع بعض اهو زي ما انتم شايفين اهو. كده خلصنا الكمية كلها وقدامنا ده زيت سخن غزير، ننزل فيه بالراحة واحدة واحدة كده اهو، ونسيبهم بقى لحد لما تستوي مع بعضها. ولما تستوي هنشوفها مع بعض تمام كده اهو. حبيبي دلوقتي الفراخ كلها خلصت، مش عايزه اقول لكم قد ايه هي مقرمشه ومستويه من جوه وريحتها تحفه. دلوقتي بقى هنجيب العيش اللي احنا عملناه وهنبدا نحشي فيه. انا هحط في العيش كاتشب، اللي عاوز يحط اي حاجه تانية براحته يحط، وهحط قطعه طماطم، شريحه بصل، وشريحه فراخ، ودي جبنه سايحه. انا حاطه جبنه شيدر على موزاريلا على رومي على بارميزان، وحط عليهم ربع كوبايه لبن وحطيتهم على البوتاجاز لحد لما سحوا مع بعض وبستخدمهم اهو. حشينا في القطعه التانيه برضو، حطيت فلفل، بصل، قطعه فراخ، وحطيت عليها الجبنه السايحه. مش قادره اقول لكم الساندوتش ده تحفه قد ايه اهو. يا حبيبي دلوقتي خلصنا اهو، الجبنه سايحه قدامكم في السندوتشات، والفراخ جميله وكريسبي وطعمها تحفه. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في